بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم من السركول كيف ما العادة في فيديو جديد ومفعو جديد. ترجى رافتونسي نادي رافز فيقسي الحق مباراة كانت تنجم تنهي المشوارة متاع البطولة لبقية الأندية. ترجى رافتونسي كان ينجم يبعد أكفل لبعيد ما حسب ما نتصور كمباراة هي كما مباراة الاتحاد المنستيري كما نقولو نحنا بعد ما عدينا مباراة فهي مباراة إياب متاع سان داونز وترجحنا لنهائي هكا ولا وتعديدا المونديال يظهر لي فيها ألف بركة بالنسبة للمحللين بالنسبة لنا نحنا بالنسبة لأي واحد يحكي على الترجي وإلا منتمي للترجي يزي تو فات المباراة متاع سان داونز فهي وإياب وفرحنا وكملنا وشيخنا وعملنا من الكل وترجحنا المونديال وصي ما تو مش المونديال هو اللي باش يصرفنا على الماتشوات الجايين كسوا ماتشوات البطولة ولا كيف زاد ماتشوات الأهلي. دونك سي بون حطينا على القاعة كف به تعادل يفولي تواصي عنا مباراة الاتوال عنا مباراة ستات عنا مباراة محيط قرقنا ومن بعد نحكيه على ماتش الاهلي ومن بعد نحكيه بيان سور على الترشح متاعنا المونديال قبلها ونقعدوا نحكيه بيها ولا نقعدوا نصرفوا بيها يفولي ما عناش علاش صرتوا الغلطة اللي تواصلت بار اكزومبل في المباراة متاع اليوم متاع ياسين مريح نجم نقولوا كما ما نجموش نقولوا باللي الغلطة هذيك شفتها اكثر من مرة من الدفاع متاع الترجي في التونسي ولا كيف زاد من لي باس متاع ياسين مريح كسوا للأمانة لها مميش ولا أي واحد من الدفاع. دونك لغلطة تفهمة راو يوفلي شفنا في البطولة كلفتنا توا زوز نقاط خسرناهم كيما زادت تكلفنا في الدوري أبطال أفريقيا وديما مش نقعد نحكي عليها الحكاية في علاش على خطر كيف ما الغلطة فيها تخلطها كيما تخلطها في أي مباراة قادمة كسوة في الدوري أبطال أفريقيا ولا في البطولة وأي غلطة كيما غلطتها فوكم راو ما فما حتى فريق يرحمك وحتى نادي ريفس فيقسي فرف عليك التعادل في الملعب نتاعك. دونك كل شيء وفي كل شيء تسكر المحالين متاع تونس بارك الله فيكم وشكر الله وسعيكم على الترشح وعلى الأداء وعلى كيفي وعلى كيفي وعلى كيفي توفيه ألف بركة. بالنسبة لي أنا مال كونسنتراسيون للمجموعة كاملة مخلاف حسام تقا مخلاف زادا شوية روجي أولو بالنسبة للأخطاء زوزة اللي قدمهم هذيك واضحة كارتون جون مرة ثانية وكارتون جون مرة ثانية يلعب باليد ولله محمد رسول الله اللعب نتاعو خشين شوية دونك كلفت الورقة الحمراء. بعدك الورقة الحمراء الحق أنا ما فهمتش التركيبة 100% اللي اختارها كاردوزو الخاطر حاسمة نصور بيان سور باش يكون محمد كوكي باش يرزن أكثر الوسط وباش يحاول أنه يلعب على نقطة الضعف متاع الترجي اللي هي نقطة التحول متاع روجي أولو من الدفاع للوسط للهجوم. دونك حاول أنه أكثر ما يمكن يلعب هكاك محمد الكوكي يلعب أكثريته على لي كونتر أتاك ويخلي الترجي تحاول أنها تخدم القدام وكاردوزو دخل لله الله محمد رسول الله دخل أسامة سيلي في بلاصة محمد مين بن حميدة المصاب كيف زاد حسام تقا خرج ودخل زكريا العايب باش نحكي هكا شوية ونحل بارونتيز على المصابين يوفاليرني نجم نقول لك كيما عبيد تقول راهو إذا كان باش ناخذوا أكثر ما يمكن راهو باش نخسروا برشا ملاعبية كيما زاد باش نرتحوا ملاعبية راهو أو ميم طون هكا الانسجام هكا اللي نحن لازمنا نوصلوا له رانا مازلنا ما وصلنالوش لي كاليتي دو باس اللي لازمنا نخلقوه ما بينات بعضنا والانسجام الكبير متاع فريق كيسح واقف كيف ما نحن حاجتنا رانا مازلنا ما شفناهاش. دونك التشكيله الاساسيه والعناصر الاساسيه راهم اوبليغاتوار علينا ان نلعبوا فيهم اي سورتو الماتشوات نتاع البطوله كسوا قدام صفاقس كسوا قدام ستاد كسوا قدام لله الله محمد رسول الله اي فريق من البطوله التونسيه من الاخر في المباريات القادمه قبل دوري ابطال افريقيا راهو بالنسبه لنا نحن كمباراة تيست لينا نحنا للجاهزية البدنية متاعنا للجاهزية التكتيكية متاعنا للي باس متاعنا للي كاليتي دو باس متاعنا هذاك هو اللي لازمنا نعملوه. دونك جلوبالمون الحديث على العناصر الأساسية ولازمها تلعب وما لازمهاش تلعب وإكسترا هذاك الكل لازم يتبع حسب الدقائق متاع الماتش حسب المباراة كيفاش حسب النتيجة كيفاش خليتها انك بار اكزومبل تحاول انك توصل اكثر ما يمكن في النتيجة متاعكم بعد تحاول انك ترتح راهو حل كبير ياسر وحل يفيد الزوز يفيد الطرفين العناصر الاساسيه العناصر الاحتياطيه والمباراه اون جينيرال فما كلفه حاجات كيف بار اكزومبل نجيو نشوفو نرقاو رواحنا باش نلعب مباريات القدام قدام منافسين الاقصى طموح نتاعهم انه هما يربحوا الترجي في تونس ماهمش طامعين في البطوله يقول لك خويا مترشح لكاس العالم وربح سان داونز وطلع شنيه ونجي قدامي وتربحني هذيك هي اللغه خويا بالنسبه لي انا في تونس مانيش نحكي على التحكيم ومانيش نحكي على حتى شيء اخر حتى على نقطه التحول سي روجي اولو بعد خروجو بيان سور بشوفر بلي الاداء نتاع اللاعبين المشاكل الكبيره اللي خلت الترجي في تونسي ما تسجلتش هدف نتاعها فاني دونك مانيش نحكي على التحكيم ويفولي حال الفيديو لهنا مش نحكي على التحكيم هذا هو اخر فيديو ما تنساليوش شكل لايك والاشتراك موعدنا ان شاء الله في الفيديو الجاي.